السلام عليكم. أهلا بكم أيها الجمهور الكريم. تعريف ما هو دائما صعيبا لكن أنا من محبي الرياضيات محبي الفلسفة نحن محبي الرياضيات. أنا أستاذ رياضيات في جامعة ألمانية اسمها جامعة كيسم، وأهتم كثيرا بتنقيط الرياضيات في موريتانيا مع الإخوة في جمعية تنقيط الرياضيات. وهذا الموضوع موضوع مهم جدا، والفضل فيها الحقيقة أعود إلى الأستاذ متالي، فالأستاذ متالي من أكثر شبابنا ذكاء، وله خلفية علمية، له خلفية علمية رصينة، وله أسلوب أدبي أخاذ، فهو أحسن من يحدثنا في هذه المواضيع. في الحقيقة لم يترك لي المحاضر كثيرا شيء يقوله، إلا أنني أريد أن أعيد بعض ما قاله ربما من زاوية مختلفة، وهي أولا أنه كما قال المحاضر وكما ركز روجر بيرنوس، فإن قضية الذكاء الصناعي تطرح إشكالا كبيرا بالنسبة للإنسان، حتى بالنسبة لبقاء الإنسان، وسأشرح ذلك قليلا. أولا يجب أن ننطلق من المعلوماتية ومن الحاسوب أو الروبوت. الروبوت أو الحاسوب يعمل حسب خوارزميات، هذه الخوارزميات من صنع الإنسان، والخوارزميات كما نعلم جميعا موجودة قديمة في الرياضيات، فهناك خوارزميات إكليد، لكن الذي استطاع أن الخوارزمي استطاع في زمنه أن يظهر بأن هناك تفكيرا نمطيا في الرياضيات، بحيث أنك تستطيع أن تستطيع حسب ما وصل إليه أن جميع النظريات الرياضية تستطيع أن تحولها إلى خوارزميات. ما هي الخوارزميات لمن لا يعرفها؟ الخوارزميات هي متتالية من الاستنتاجات المنطقية والعمليات الحسابية التي توصلك إلى نتيجة معينة، إلى حل. لأن إذا أردت أن تحل مثلا معادلة رياضية معينة، فالخوارزمية تقول لك ما هي الخطوات التي تقوم بها لتحلها. والخوارزميات موجودة على الأقل موجودة في جميع أنواع الحياة. نحن مثلا عندنا لدينا ست كويزين، لا أعرف ما الترجمة العربية. أنت تستطيع أن تحضر أي وجبة إيطالية أو وجبة يابانية أو وجبة عربية من خلال ريسيت دو كويزين، لأن يأمرك بمجموعة من الأمور، كذا ملح كذا لحم كذا، وتستطيع أن تقوم بها. والخوارزميات ليست شيئا أكثر من ذلك. لكن وهذا هو مبدأ الكمبيوتر. الكمبيوتر كما صنعه الرياضيون، أول من صنع الكمبيوتر هو فون نيومان، وهو رياضي بحت، فهناك لزارجيرما فون نيومان معروفة جدا، يعمل من خلال تطبيق للخوارزميات. وهو عندما تعطيه خوارزمية معينة يستطيع أن يطبقها بشكل يفوق الإنسان، يفوق قدرة الإنسان، لكن أسرع من الإنسان. لكن المشكلة هي أن مع الذكاء الصناعي حاول العلماء أن 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 أن, أن يجعلوا الكمبيوتر يقلد الإنسان، يحاكي الإنسان في نشاطه الذهني، يحاكي الإنسان وحتى يتغلب عليه في بعض النشاط الذهني. وبالتالي طرحت المشكلة، وهي قضية مطروحة. إذا كان الكمبيوتر يستطيع أن أولا أن يتعامل مع المواد الخام، معناه أن الكمبيوتر الذكي تستطيع أن تطرح له مشكلة معينة، وهو يحول هذه المشكلة إلى نموذج رياضي، ويصنع الخوارزميات ويطبقها. وهذا معناه أن الإنسان لم يعد له وظيفة، لأن الوظيفة التي كان الإنسان موكل بها هي أن يراقب، هي أن يعطي، هي أن يساعد الكمبيوتر على الخوارزميات. لكن في الحقيقة الإنسان
لم يعد له قيمة كبيرة في هذا الاتجاه. القضية الوحيدة هي أن هي أن هي أن الدماغ هو محاكاة، هو الذكاء الصناعي انطلق من محاكاة الدماغ، معناها محاكاة الإنسان، وبالتالي عندما يستطيع الكمبيوتر أن يتفوق على الإنسان، الكمبيوتر مشكلته أنه عنده خوارزميات، عنده خوارزم مثلا ديزالغوريثم دوبتيميزاسيون، تحسين الجودة، معناها يستطيع أن يقول الإنسان هذا ضرر في الكون ويجب أن نقضي عليه، لأنه مبرمج على أن الزوائد كلها يقضى عليها. وبالتالي القضية ليست قضية فقط في غرور الإنسان، لأنه كان يستطيع الإنسان دائما ينظر لنفسه أنه الإنسان أنه الحيوان الوحيد الذي يستطيع أن يفكر، والآن جاء الكمبيوتر يستطيع أن يفكر، والكمبيوتر يستطيع حتى أن يقضي على الإنسان، لأنه في عالمه الإنسان خطأ، والإنسان الإنسان حتى في نشاطه الذهني عنده كوابح، مثلا عنده الإحباط، عنده الحزن، عنده تعب، هذه كلها أمور تجعل من الكمبيوتر عندما ينظر لنا كبشر ينظر لنا كنماذج طحلة جدا، وبالتالي عليه أن يقضي عليها، وحتى هو مبرمج أن يقضي عليه. وبالتالي السؤال طبعا عنده أبعاد فلسفية، وعنده أبعاد أخلاقية، وعنده أبعاد حتى وجودية. ومن ذكاء بينروز طبعا هو أولا رجل رياضي حصل على دكتوراه في جسم الرياضيات، من أكثر تخصصات رياضيات البحث، هو تخصصه كان في الهندسة الجبرية، تخصص بعيد جدا عن جميع التطبيقات. وطبعا له اهتمامات بالنسبية العامة، لأن النسبية العامة هي في الحقيقة نظرية كما يعرفها أينشتاين نفسه، نظرية هندسية بامتياز، لأن أينشتاين فهم بأن قوانين الطبيعة ما هي إلا خصائص للفضاء الزمكاني، ليست إلا خصائص، ولذلك استطاع أن يصنع لها معادلة، أن يطرح لها قانونا. لكن مشكلة هذا القانون أن الرياضيين اكتشفوا أن هذه المعادلة لها نقاط شاذة، معناها أن حل المعادلة ليس معرفا على جميع الفضاء الزمكاني، هناك نقط من الفضاء الزمكاني، وهذا حتى كان يعرفه شفارسفالد، وهو معاصر وزميل لأينشتاين، لكن كان أينشتاين كان يعتقد بأن هذه الحلول ليس أن هذا الحل حل ليس لا يمت للفيزياء بصلة، يعني المشكلة دائما القضية هي دائما عند الفيزيائيين، هل هذا الحل الرياضي له علاقة بالواقع أم هو حل رياضي بحت لا علاقة له بالواقع؟ وكان أينشتاين محكم في ذلك، فالحل الذي أعطاه شفارسفيلد في الحقيقة حل مثالي. ما قام به بينروز هو أنه أثبت بأنه في جميع الحالات هناك نقاط شاذة. ما معنى نقاط شاذة؟ معناها هناك نقاط لا تنطبق عليها النسبية. ولذلك كثير من الفيزيائيين الذين كانوا ضد النسبية فرحوا جدا، وهذا حتى يذكره في مقابلاته، فيقول قالوا له برافو عليك، لقد أثبتت بأن النسبية نظرية خاطئة. وبالحقيقة أن هو أثبت أن النسبية نظرية صحيحة، لأن وراء هذه النقاط الشاذة الثقوب السوداء، والثقوب السوداء ثقوب لا تخطأ حتى الآن للفيزياء، لقوانين الفيزياء. وربما أنا من أفهم إشارة بينروز، ربط الدماغ والفيزياء ونقوط والثقوب السوداء بأنه هذه حالات فيزياؤنا الحالية تقف عاجزة عن إعطاء قوانين حولها.
وبالتالي هو يقول لماذا لا تكون هذه كلها نماذج لفيزياء جديدة. هو يبشر بفيزياء جديدة. هو في الحقيقة عنده همين، هم الأول هم إنساني، هو هم بقاء الإنسان، لكن عنده هم الأساسي هو هم الفيزيائي، هو أنه يبشر بفيزياء جديدة. هذه الفيزياء الجديدة في الحقيقة هو المشكلة الفيزياء، أنه هناك طبعا نظرية الكم وأينشتاين كان يرفضها. لماذا؟ لطبيعة المقاربة الاحتمالية، لأن المقاربة الاحتمالية تقوم على أساس أنك لا تستطيع أن تعرف مكان أي ذرة، ولكن تستطيع أن تحدد احتمال، وهو الاحتمال أن تكون موجود في مكان ما. وبالتالي هذا جامع قال أنا لا أتصور بأن الرب يلعب بالنار. لكن في الحقيقة أنا أينشتاين كان يرى بأن وهذا في الحقيقة أعطاه هناك العلم الآن يعرف، وهذا أيضا يذكره بينروز في هذا الكتاب، ويذكره في كتاب بعده بعد هذا الكتاب أصدر بينروز كتابا اسمه ظل العقل. ظل العقل بحث عن علم عن عن علم علم اللاوعي المفقود. ملاحظتين، هو أنا في هذا الكتاب يقول بأن الدماغ البشري لا يمكن أن يكون حاسوبا، لأن الدماغ البشري 99% من وظائفه يقوم بها بشكل لا واعي. أنت تتنفس بشكل لا واعي، تهضم بشكل لا واعي، معناها أنه لا تستطيع أن تقارنه. القضية المهمة التي أسعفته في هذا الكتاب وفي الكتاب الذي بعده ظل العقل، وأنه لجأ للرياضيات. هو رياضي، لجأ للرياضيات ولجأ إلى نظرية اسمها نظرية عدم التمام لجودل. جودل كورتك فخذش جودل عالم النفس النمساوي نمساوي نمساوي، لكنه كان طبعا في الفضاء الألماني، لكن نحن نقول الآن عنه أنه عالم نمساوي. وهذا العالم النمساوي أثبت، هذا كان من علماء المنطق ومن المبشرين بالمعلوماتية، أثبت بأنك لا تستطيع أن تحول أي برهنة رياضية إلى خوارزميات، لا تستطيع. هناك جزء هو أعطى أمثلة. لماذا؟ لأن الخوارزميات تنطبق على التفكير الرياضي الدوري بريوديك، عندما إما تكون منتهية وتكون تعيد نفسها، عندما لا تكون تعيد نفسها وتكون عند أي لحظة لابد أن تفكر ما هي المرحلة الثانية، لا تستطيع أن تكتبها كخوارزمية. وبالتالي أثبت بأن هناك جزء كبير من التفكير الرياضي لا يخضع للخوارزميات. وبالتالي الحاسوب مهما كان مهما وصل هناك حدود قصوى له، لا يستطيع أن طبعا أنا أطلت عليكم، وهو حديث ذو شجون. القضية أينشتاين ونظرية الكم، نظرية الكم عندها the collapse of the wave function، انكسار الموجة الدالة الموجية، وهي مشكلة كبيرة جدا. ثانيا المشكلة هي أن نظرية الكم تطبق على جزئيات، بينما نظرية أينشتاين تطبق على المجرات. وبالتالي هناك طبعا فراغ كبير، لأن نظريتين متناقضات بشكل كبير جدا. لكن في الحقيقة هو هناك علاقة في ظواهر الكمية. هو ربما نسيت أمرا غير مبشر، وهو أنه بيروز يتحدث عن الثورة الحديثة للكمبيوتر، الثورة الثانية للكمبيوتر، لكن هناك ثورة ما بعد الحداثة، وهي الثورة الكمومية. الكمبيوتر في القرن في 10 سنوات أو 20 سنة يشحن نفسه، يخلق شحن ذاتي، لا، وبالتالي سيكون معناها مقارنة بينه وبين الإنسان، معناها من
من قبيل العمل، لأنه 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 نحن كنا نقارن الكمبيوتر لأنه يجوع لأنه يفقد البطاريات، وبالتالي هناك روبو الذي يذهب إلى 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 الموصل. لكن الكمبيوتر الحديث، الكمبيوتر الكوانتيك، كوانتيك كمبيوترز، ليس تصنع ذاتيا، وهذه في الحقيقة أنها دورة كبيرة جدا، دورة كبيرة جدا. لا 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 القضية إذن إن أنا طبعا نوبل هذا العام أعطى الحق لنظرية الكم، وأنا لا أظن بأن أينشتاين كان يشكك فيها، كان يعتبرها غير تامة، لأنه كان يرى بأن نظرية الكم لا يستطيع أن نطبقها في مجالات أخرى، مطبقة في مجال معين لكن لها حدود. وهذه قضية التشابك، التشابك هي قضية غريبة جدا، هي تشبهنا معناها نحن تواصل الأرواح لأنك قضية حتى مناقضة للفيزياء، مناقضة للفيزياء، لأن الفيزياء تقوم على أساس أنك أي أنك الانتراكشن، أي تأثر ما بين الجسمين ينقص مع تباعد الجسمين. وهذا أيضا ما كان يعتقده أينشتاين، وكان يكتبه أيضا. أينشتاين ليس فقط عالما كبيرا، من أكبر عقول القرن العشرين، ربما من أكبر قرن حتى الآن نتجته البشرية، لكنه أيضا كان يكتب ويكتب عن الفلسفة ويكتب عن الدين، وكان مؤمنا يكتب عن الدين، وكان يكتب عن الفلسفة، وكان يكتب عن أمور كثيرة. لم يكن طبعا هناك كان شاذا في هذا، لأن في الحقيقة أكثر العلميين لا يطرحوا مسألة الإيمان، لأن مشكلة مسألة الإيمان أنها تؤدي بنا إلى 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 حد من حدود العقل، وهذا ربما أيضا مرتبطة بالثقافة العربية الإسلامية. نحن عندنا في الثقافة العربية الإسلامية دائما هناك إشكاليتان لا ثالث لهما، إما أن نتكلم عن العقل والنقل، وإما نتكلم عن التراث والتجديد، وهما في الحقيقة إشكال وجهان لعملة واحدة. أنا أعتقد بأن العقل الرياضي، نحن لم نستعمل العقل الرياضي في فهم هذا. العقل الرياضي عقل مسلماتي، وهذا ليس جديدا. في أكليد في كتاب العناصر أول ما بدأ المسلمات، ولم يقل إنها بديهيات، شارحوا أكليد شرحوها بالبديهيات، قالوا بأن وجود النقطة بديهي، وبأن وجود المستقيم بديهي، لكن هو لم يقل، هو قال بوستولات، هو قال هذه مسلمات، وبالتالي العقل لا يستطيع أن يفكر من خارج المسلمات، وبالتالي مسألة الإيمان مسألة خارجة عن 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 عن, عن العلم، لا تستطيع أن تطرحها في إطار العلمي، مسألة خارج جدا، مسألة متعالية عن السؤال العلمي. وربما يفيدنا كثيرا في بعض من نقاشاتنا وبعض من أمورنا التي، لكن هذا حديث طويل ذو شجر، وأنا أطلت عليكم، وشكرا أعطي للدكتور، ربما له أهم من المعنى.